أصر البرلمان العربي في جلسته بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بجمهورية مصر العربية أصدر قرارا أعرب من خلاله عن استنكاره ورفضه للقرارات المغلوطة والممنهجة الصادرة عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين والتدخل في الشأن القضائي للمملكة. وقرر البرلمان في السياق ذاته مخاطبة رئيس البرلمان العربي لرئيس البرلمان الأوروبي لتأكيد رفض البرلمان العربي البيانات والقرارات الصادرة عن البرلمان الأوروبي التي تحمل طابع التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ذات السيادة أو محاولات فرض مفاهيم ورؤى لا تتوافق مع القيم الاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمعات العربية، ورفض أي إملاءات بتعديل قوانين محلية أقرتها الدول العربية وفقا لدساتيرها.